رحلتك سعرة في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: زخات من الأمطار متوقعة على جنوب غرب البلاد، تراجع موجة الغبار عن عاصمة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس، وأيضا استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة في العديد من المناطق. ننتقل أو نستعرض وإياكم خرائط هبات الرياح المتوقعة من الثلاثاء إلى الخميس. يلاحظ نشاط في سرعة الرياح يوم الثلاثاء خلال ساعات الظهر والعصر في منطقة حفر الباطن والرياض، وهي التي سببت موجة من الغبار خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء على العاصمة الرياض، وتدنت الرؤية الأفقية بشكل كبير. أما يوم الأربعاء تتراجع سرعة الرياح، بالتالي تتراجع معها فرص الغبار في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس نفس الشيء، تراجع في سرعة هبات الرياح، لكن تبقى فرصة نشوء موجات غبارية واردة في المنطقة الجنوبية الغربية بفعل زخات الأمطار الرعدية والعواصف الرعدية. نبقى في موضوع العواصف الرعدية وننتقل إلى خرائط توزيع الأمطار من الثلاثاء حتى الجمعة. يلاحظ استمرار تأثر المنطقة الجنوبية الغربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر على إثرها الغيوم الركامية الرعدية الماطرة فوق المرتفعات الجبلية ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد بشكل محدود نحو مناطق أو مرتفعات منطقة جنوب مكة المكرمة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مغبر مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 43 درجة مئوية مع طقس صافي، الصغرى 31، يوم الخميس 42 إلى 31، ويوم الجمعة تفرق البعض الغيوم العالية 43، أما الصغرى 31. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.